هلا ارحب جبنشي ارحب. هلا والله، السلام عليكم. محمد ارحب جبنشي بن زيدان، الله حيهم. هلا اهلا وسهلا بالاخت دعاء، كيف هلا حالك؟ بالعريس، يا هلا بالشيخة. هلا بالعريس. يلا سبحان الله، وجهك صافي بعد الزواج، صار يخجل يوم منس يا ماجد. سبحان كيف الله، الحال؟ الزواج يغير والله العظيم يا ماجد كل شيء، الأدب غير اخبار الأخلاق. والله الحمد لله مبروك، الله يبارك فيك يا رب. عقبالك انت، خلاص مطولة. نعم، انت مطولة ان شاء الله، انت مطولة. لا والله مطولة، الله يسعدك. كيفك؟ اسمعي، في جولة بيني وبين يوسف، ها يمكن ما عندي مستوى الحين. تمام، مو مشكلة. جولة واحدة، كيف حالك انت؟ جيت أبارك لك، أشوفك وأنت عريس. الله يبارك فيك، وعقبالك ان شاء الله، وعقبال كل رجل وامرأة ناويين على الزواج، الله يوفقهم جميعا. يا اخوان، يعني اهم شيء، اهم شيء اذا بغيت انت تتزوج، او اختي اذا جاك النصيب وجاك الزواج، اول شيء تسوونه، اول شيء تسوونه تعطون دعاء بلوك. أموت وزوجتك تعمل لي فولو. قولي تعمل لي فولو، والله أنا عندي بس بنات أدردش معاها، وتعرفني أنا، تعرفني. كيف الحال؟ والله الحمد لله، ايه، ما عرفنا. إيه أنا كمان ما عرفته، ما شاء الله الأدب عندك. كنت مفكرة يقول استخارة. لا 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 اخوان، قبل الاستخارة تسكونها بلوك عشان ترتاحون، يمديكم انكم يعني قراراتكم بنفسكم. حمود نور يا الحب، نور محمد. صرت تطلع مع بنات، تغيرت، ما قدرت تصمد. شوفوا، انا ترى بنات ما اطلع معهم، انا ما يعبرني بنات، دعاء ترى واحد من العيال، هذا واحد. يعني انا زي اخوياي اللي معي، ايش دعوه؟ صح دعاء. صح خويا خوي. الله والله مبسوطة لك يا ماجد، والله يا انك بعد عمر، تستاهل. الحمد لله رب العالمين على التمام، الحمد وعقبالك والله، لله عقبالك. بالبنين والبنون. آمين يا رب، آمين. الله، امتى ناوي؟ لفت نظر يمين، ما تدرون يمكن في يمين شيء. ما مين يمين شيء؟ بدون عدسات، ما حطيت العدسات. يا أخي، سبحان الله، أنا من عرفتك وذوقك خايس، يعني عدسات زرق، سلامات. انت لو تسوين اعلان لبراند على ذي العدسات بيخسر، بيفلس. أفا، اي والله، يعني من جدك عدسات زرق؟ مو عدسات، هذا عيوني. ايش ذي العيون اللي مرسم؟ مو بعيون، كل يوم تتغير لونها. لا لأن الإضاءة مختلفة. ارحب صح، عندي ارحب صديقة ارحب. ماجد. ماجد مجود، أوريك صديقتي. لا 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 لا، لو سمحتي ما تقولين مجود، ماجد اسمي. ماجد العنزي، أوريك صديقتي. وريني. تستر يا بنت، دقيقة وين راسها؟ أيوه هذا راسها، فيني مسكت. قطفتها من الشجرة. اسلام، والله صرتي زي البنات، تشترين قطاوة. من قال الله، لي أنا خطفتها؟ أنتوا قلتوا له ما خطفتها، هي جات شاردة من بيت، وجات يمكن قالوا لها غسل المواعين أو شيء، وجات هربانة عندي. ايش سميتيها؟ سالي. سالي. أيوه شوفك، خنجة. والله الوجه مو وجه سالي، سميها زقرو، سكروب. ذكر ولا انثى؟
كيف زقر هذا؟ ذكر ولا أنثى؟ وين الموية؟ خالو دعاء. ما أعرف، أيوة ما عرفت كيف. أنت بنت ولا ولد؟ اسأليها اسأليها، بس اسأليها هي تجاوبك. أنت بنت ولا ولد؟ قولي. اسأليها يا بنت الحلال. خلاص 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 خلاص، ما أعرف والله. عوافي عوافي، زين انها ما عرفت، الحمد لله. يلا إذا كبرت وكذا نعرف. صحيح صحيح صحيح. الله، وانت ايش تبي فيها، بنت ولا ولد؟ تزوجها؟ لا عشان اعطيها اسم، يعني اذا بنت ما تسمينها سالي، يعني شوفي وجه واضح، وجه قطوة شوارع، تسمينها سالي ليش؟ لا، مو قطوة شوارع والله، والله واضح قطوة شوارع ترى، والله والله بنت واضح. ناس، وين بنت ناس؟ والله وين بنت بنت ناس. ناس؟ شوف هذه ايش فيها، ما اعرف، دايخة، اعطيتها كباس. اعطيتيها كف شكلك. دايخة عمري، منورين جميعا، يلا حيوا اللي ما شير شير، واللي ما كبس كترت كبس. من الرز، قلت لك لا تكتري. والله بنت ناس، شوف. والهواجر 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 والهواجر، حي عينك الهاجري. دعاء الله يسعدك يا رب، واخت الله عزيزة وغالية. الله انا يحفظك. استأذن، انا استأذن بعد اذنك يا بعد روح الهاجري، يا انا الله، ما أبحكم عليها. عدسات رمادي ما عندي، انقلعي، ما عندي لا عدسات رمادي، وهادو بشيلهم خلاص. طفشتوني كثير 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 عليا كثير. قطة شكلها تسمم، تنقلعي. ليش تسمم؟ عمري فديتها. بس تعالوا، هي بنت ولا ولد؟ مبين شيء. دقيقة، نعمل كيف تعرف أن القطة بنت أو ولد. وين التليفون؟ دقيقة دقيقة، وين التليفون الثاني؟ سرقتيه؟ تعالي، وين التليفون؟ انت جاية من عند ناس قصوك تجي تسرقيني؟ تعالي، وين التليفون؟ التليفون وين؟ دعاء ادخلي قستات عشوائية، ناقصني انا عشوائيات. انقلعي، ما في قستات عشوائية، انا ما احب. بس انا اصحابي مليت منهم. ايش تبين ايش تبين ايش تبين؟ خليها نايمة. شكت لك شكت لك، حتى من القطة تتحكمون فيها.